الحكام بعد أن رددت الجزائر، كل الجزائر هناك في البلاد وهنا في إنيامي، قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. الجزائر فعلا هي مباراة حياة أو ممات من أجل الوصول إلى النقطة رقم 10 هنا أيها الأحبة في ملعب الجنرال سيني. هذا الملعب الذي لا يكتظ بالجمهور للإجراءات الاحترازية، لكن كما قالوا بأن كورونا قد نسيت النيجر، عدد من الحضور الجماهيري القليل جدا في هذا المساء. رياض محرز في هذا المساء قائدا لمنتخب الجزائر مع كتيبة المدرب جمال بالماضي، يدخل هذا اللقاء برايسن بولحي في حراسة المرمى، عيسى مندي وعبد القادر بدران بالإضافة إلى محمد فارس ويوسف عطال. أمامهم سيكون رياض المدير الفني ميشيل كافالي مدرب المنتخب منتخب النيجر، الرجل الذي قال لا أعرف وسأرى ذلك وسنرى إن كانت خطيرة فعلا. وفرصه سليمة، يا إلهي انطلاقة قام بها تسريح كافالي كأن على ما تم على ما تم، ورايسن بولحي ينجح في الحصول على الكرة. رايس هديهم انتوا لاعب المينا إلى هذا المكان، إنه ملعب الجنرال سيني كونتي. ملعب الجنرال هنا في نيامي، هذه المدينة الأخاذة في بلاد النيجر، وهنا في جمهورية النيجر جنوب الجزائر يصل الفناك، يصل المنتخب الجزائري إلى هذا المكان وهو يتطلع إلى أن يحصد النقاط الثلاث ولا شيء سواها. لماذا أقول ذلك؟ لأن بوركينا فاسو كافالي كأن على ما تم على ما تم، ورايسن بولحي ينجح في الحصول على الكرة، خطيرة فعلا. وفرصه سليمة، يلا فرصة حاضرة، يلا المر، يعني اوه هذه هي الله على حارس المرمى داوودا، والليل الأخضر بحول الله تعالى. الآن كرة فيها حالة، ليش؟ لأن يعني منتخب الجزائر كرة ترسل بالرأس، اوه لسه ما كمل بالأيمن، وترسل عالية وعدت ومرة من إيدي بايور، يتقدم الآن وحكم اللقاء. الدوري العراقي عندنا انطلاقة حاضرة، ناصر ترسل الكرة بنجاح، يا بغداد ذهاب في ملعب الكبير بوتي، لكنها خسرت بالستة أمام الجزائر مع بوركينا فاسو في ملعب بوركينا فاسو. عندنا محاولة والكرة بتوصل إلى ركلة زاوية، لما تكلم عن الجزائر وتونس ومصر مع غينيا وزامبيا، بينما انتهت آمالها وحظوظها رسميا. وهذه كرة لمصلحة الجزائر مرة واحتراف، والنيجر هذا الأخرى، ورايسن بولحي يتأهب لصد هذا المد الهجوم من النبلايلي. يا سلام، حطها برا، جول رياض محرز، يحرز الهدف الأول ويصل بالجزائر إلى النقطة.
خلينا نشوف إذا كان إسلام من سجل الهدف. وكان قد شكل خطورة، التقدم موجود وفرصة وتنافسه في الجزائر، وبالتالي فإن الجزائر إلى ركلة الزاوية، محاولة للنيجر. قد أصبح الآن كأولى أوراق المدير الآن هنا التركي، والآن هنا يوسف بلايلي، فرصة للثالث، حط الثالث، حط الثالث، وهدف ثالث الآن. إسماعيل بن ناصر، إسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان، أهداف الثلاثة، وزريق الآن انطلاقة، يا سلام على اللي حتى الآن، لكن انطلاقة جميلة جدا على طول. إذن في الجزائر التطلعات تتجه للأخضر السعودي، انطلاقة، فرصة للرابع، جول، بنجاح يظهر، لم يظهر في المباراة الأولى ولكنه دائما ما يصنع الفرق. هدف يسجل سامي النجعي، بينما هنا نعم عيسى مندي، عيسى انطلاقة وتصل من كانوا بالبنود اللامعات الخافقة، ربما يكفيها هدف الذهاب لعمورة، كرة بتوصل عالية، تصل سهلة عند رايس، كرة عالية، الجزائر لا زال يحافظ عليها الكرة، لا زالت خذوهات جميلة وانطلاقة منتخب الجزائر، ولمسة لسفيان لمصلحة منتخب المادو، لمسة الآن، محاولة بالرأس، عدت سليمة بالتحديد من حسين محترم، متناغم، متجانس الآن من بلايلي، بالرحمة عندنا الآن النيجيري، الآن هنا محاولة عمورة لمنتخب بوداوي، أخي رياض، رياض 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 رياض، الله الله الله، انطلاقة رائعة وتسديدة، عمورة عرضية، هي مجددة. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى النشيدين الوطنيين الوطنيين، نشيد والسلام الوطني الجزائري، ونشيد والسلام الوطني لدولة النيجر الشقيقة. من الآن ضربة البداية للشوط الأول لمباراة النيجر والجزائر بنفس التشكيلة تقريبا بالنسبة لمنتخب النيجر. في الحراسة كاسا دانيال أو كاساي داودا، دانيال سوسا، كما نشاهد في اليوفي يوسف أمادو، عبد الناصر أمادو وعمرو، رقم 12 سليمان زكريا، عثمان ديابيتي، موموني، عبد الحميد، وونكي، محمد علي أنطوني سوزاح. تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، الضيف رئيس مبولحي في حراسة المرمى، يوسف عطال، محمد فارس، عيسى مندي، بدران، عبد القادر، زروقي، رميز، بن ناصر، إسماعيل، بلالي، يوسف، رياض محرز، سليمان إسلام، 37 هدف، الهدف التاريخي للتمويل، دفاع خطيرة خطيرة خطيرة، يا سلام، بعيد الكرة في أول محاولة للمنتخب النيجيري، موموني يحاول في هذه التوقيت والبحث عن النتيجة، هنا بالرأس جانبية، الأسبقية كانت ولكن خاطئة، تسرع فيها رياض محرز، محاولة المرور، هناك خطأ، نعم الأهداف بين المنتخبين النيجر والجزائر في مباراة، بايور ينتظر من هناك يحاول، ولكن توزيع والتدخل، ماذا يقول الحكم؟ يقول ركنية، ولكن هل صحيح كانت هناك ركنية بعد تدخل
من يوسف عطال من محرز رياض يحاول رياض يلعب هناك كرة بنجاح يحاول أمام إسلام سليماني. يا سلام الكرة يمرر باتجاه يوسف والبحث عن الروس. يا سلام بالراس أو الجاباتي من هناك محاولة تسديد رئيس سمبولحي في المكان المناسب. تغطية ممتازة والعودة هناك خطأ. نعم يا سلام القوة. يا سلام بنجاح بالليلية سلام على أحلى كلام. محرز القائد الملم يتمكن من الوصول إلى الشباك بكرة جميلة عاد أجيبه مراوغة والعرقلة من عطال الميدان. هو صرح في الندوة الصحفية وقال التركيز والالتزام في العشرين دقيقة كخطأ. هيا لا وجود لخطأ. كان هذا هو الهدف الذي سجله عيسى ماندي أظن هكذا. نعم لكن لم يحتسبه الحكم. لم نكن نشاهد الصورة. محمد زكريني لم يكن هذا. مازال ما تغلقوش الأهداف ثلاثة لسليماني. أخطأوا في الاسم. أخطأوا برك فقط. احنا تمنينا لو كان إسلام سليماني زاد الهدف الثالث وأضافه إلى رصيده ويرتفع بذلك عدد الأهداف بالنسبة للمنتخب. يا سلام مرتدة للمنتخب الجزائري. وجد المساحات الشاغرة وتمكن من الوصول إلى شباك الحارس داودا. المحاولة نعود للتدقيق. يلعب كرة داخل منطقة العملية بعناصر الهجوم إلى الجهة الأخرى. كان ذلك في الشوط الأول في الدقيقة 20. يدرب المنتخب الوطني الجزائري كرة من هناك. محاولة مباشرة للبرازيل. يلعب كرة لمحرز. يا سلام بنجاح. يا سلام على المنتخب الجزائري وبنجاح الذي عاد إلى التسجيل. قلنا قبل البداية بن ناصر يحاول في هذه الكرة يتدخل وصافرة الحكم تعلن عن خطأ لمصلحة منتخب. يخرج الكرة محاولة المرور أمام مدافعين اعتراء. نعم يحمل إلى خارج أرضية. هاي الكرة ملعوبة داخل منطقة العملية بالرأس جانبية صعبة وخطيرة. الكرة شرة لكربة الضغط عليه. هناك خطأ صار. الكرة والمحاولة داخل منطقة العملية تسديد الكرة لمين لامين بعيد. أحمد لامين المتابع لهذه الكرة. في غولي خطأ دفع من في غولي في هذه الكرة على المدافع عمر. يا لعب كرة داخل منطقة العمليات. يا سلام جيبو باليسرى جيبو بالرو. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله وأتوب إليه.